ما بتخافش, ما, بيتخ... ما بتخافش انا اسف التعبير ما بتخافش يتقال عليك مدرب ضعيف الشخصيه انا اسمي محمد عبد الجليل اعوذ بالله من كلمه انا النهارده آه بقول للعيبة.. اوعى آه حد ما يلعبش يقلب وشه ما بحبش قلبه الوش مم. انا بطبيعتي مرح وبحب الضحك بحب اللعيب ينزل الملعب مبسوط عشان يادي تمرين حلو اللي مم. مش هيادي وينزل نقاش يقعد في بيتهم يقعد بره ما ينزليش مم. هو ده لا انا ما, ما. انا الحمد لله واثق من نفسي واثق ازاي اتعامل مع اللعيب ابص في عينيه اعرف خايف من موسيماني اه خايف مش خايف بقدره مرعوب. لا مرعوب <applause> مش خايف مرعوب, مرعوب. لا, لا, لا لا بص انا كنت عامل حساب الوادي ديجلاكتر اكتر <applause> يعني انا اتسالت دجله وبعدين قلت له ما اخلص من دجله الاول فرقه كوره كنت محترمها او مقدرها موسيماني <applause> مش موسيماني الاهلي انت بتقابل 11 لا انا بكلم مدير فني دلوقتي ادمغ نضيف عبد الجليل مم. المدير الفني للمقصة مم. يخاف من موسيماني ولا من كارتيرون آه. ولا من تكيس جونياس ولا ايهاب جلال الاربعه لا, ت... لا ما انا ماشي اه اجيب لك واحد واحد يعني اه لا يعني مين اكتر واحد انت تخ... تخاف منه البوب ايهاب جلال دماغه سم اه دماغه حلو افضل من الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم يعني ايهاب جلال افضل من موسيماني افضل من كارتيرون افضل من تكيس. ودي كارتيرون يمسك الاسماعيلي في الظروف دي ودي تكيس يمسك الاسماعيلي في الظروف دي تكيس رفض بالمناسبه تعرض عليه قبل ايهاب جلال ورفض ما يقدرش عليه يعني مش هيعرف يتعامل معه تكيس عايز حته هاديه تكيس مدرب كويس قوي برضه هو شغل دجله اللي بتعمله ده ما هو اللي عامله هو اللي عامله